مساء الخير أو صباح الخير، إحنا عندنا الصباح بس صباح الخير أو مرحبا على حسب الوقت اللي حتشوفوني فيه. اشتقت لكم كتير، بس اليوم حبيت أعمل إشي جديد. اليوم بدي أطلعكم معايا، طالعين مشوار. وأنا حكيت لكم في قناتي موسوعة علم النفس إنه لما أكون رايحة لمكان مستاهل أو حامل شي نشاط معين إنه أخذكم معايا. فأنا اليوم رايحة على ألمانيا، الجو تحسن شوي، صاير في شمس، فبدي أخذكم من هون لألمانيا. بدي تشوفوا المسافة قديش قصيرة كتير بين سويسرا وألمانيا. فأنا على فكرة جيت أصور وأحكي لكم شو ناوية أعمل، شو رايحة أشتري. بس الجرس هلا رن، في ساعي البريد جاب لي غرض، أنا طالبة أغراض كتير، بس حشوف شو إجا وبعدين أرجع لكم. خليكم معايا. وصل المصباح تبع تعرفوا، المفروض اي حد بيعمل يوتيوب او فلوجز او اي شيء انه يكون عنده الضوء تبع السيلفي، لانه لاحظت في المرتين اللي انا طلعت حكيت معاكم في موسوعة علم النفس انه الاضاءة ما بعرفش، بس عملت لي ظلال في عيوني وهيك، فهالإضاءة هاي بتضيء من غير ما إنه تشوه ملامحك أو إشي. فأخيرا توصلت بيها، بعدين لما أستخدمها هحكي لكم إنه شوفوا الفرق ما بين إنه الإضاءة العادية والإضاءة هاي. هلأ أنا بدي أجهز نفسي. على فكرة صحيح الشمس، صحيح الناس طالعين انه مطلعين اطفالهم، مطلعين حيواناتهم الاليفه، بس دايما بتتعمل فيا بشوف الجو فيه شمس والسما صافيه، فبحكي اخيرا اخيرا زهقنا من الجاكيتات والبنطلونات وهيك، ففرصه البس هيك فستان انيق واطلع، وبطلع وبلاقي ناقص واحد ناقص اثنين وبتجمد من البرد. فبعتقد انه مش حصدق الجو لسه بكير على الفساتين. هشوف يعني لازم هاخد جاكيت وبنطلون. اوبس، اوكي. مش عارفة شو هاخد، اي لون، اي جاكيت. انا حابة هاي. انما ما بديش مع هالبنطلون،
اوكي انا هدور على بنطلون ابيض. وين بنطلوني الابيض؟ هعمل الكاميرا بوز على بال ما اطلع البنطلون الابيض، لانه لو ما لقيتش البنطلون الابيض هغير جاكيت. اوكي محدوده. هلا عندي بنطلونين، انا الابيض ما بشتريش بنطلونات ابيض، لانه بصراحه مضيعه للمال على الفاضي. بتشتروا بنطلونات ابيض بيطلعوا شفافين، فبيخيلوا فبيبينوا الاشياء اللي تحت، وهذا مش منيح. وتاني سبب انه بيتوسخوا في رمشة عين. بس اذا حتشتروا بنطلون ابيض بنصحكم تشتروا جينز، الجينز اهون. انا مش ملاقيه بنطلون الجينز الابيض لانه انا فوضويه شوي. لقيته، انا مش مصدقه. اوكي حغير، كنت اخترت هالبنطلون هذا، هلا حشيله. بنطلون توب مزعج، بيخيل كتير، بيكون بارد على هيك اجواء وبيتوسخ بسرعه. تمام، هاي اللي بساوي كل، شوف 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 شوف، ياي شوفوا الدراجة شو بتعمل، شوفوا الدراجة شو بتعمل. هذا من الغسيل، انه تغسل بس لا لركوب الدراجات. كمان مرة هرجع اخد الابيض التاني، على الاقل نضيف. ماشي، انا شو بعمل لما بكون بدي اطلع؟ بختار انه الساعة المناسبة، مثلا بحط هيك. بختار الاكسسوار المناسب، مثلا شو حلبس، خاتم، شو. اي 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 اهم شيء هاي البلوة اللي انا اتورطت فيها لبقية حياتي. اسوأ ما في انك تثقبوا مناخيركم، هي حتخصوا ميزانية شهرية للحلق تبع المناخير، وما فيكم تطلعوا من غيرها لانه الثقب بيكون واضح. فهاي بعتبر حالي حماقة ارتكبتها، غلطة ندمان عليها، وبقول لك واسمعيها. اي اي تخيلوا بكون طلعت ومشيت لنص المسافة، وبعدين بس احكي لزوجي رجعني رجعني مناخيري مثقوبة، فلازم ارجع علشان اجيبها او اشتري علبة اخليها احتياطا في السيارة. تمام، خاتم خاتم خاتم، وين خواتمي؟ اوكي هلبس، بس تعرفوا لأنه الساعة اللي اخترت غوزي، هلبس الطقم هذا مع الحلق تبعه مع السلسلة. تمام هيك، أحط الساعة جانباً. واخر خطوه هي الحذاء اللي حيكون مناسب لللبسه اللي انا هلبس. مبدئيا مش عارفه انا مفضلي في الاحذيه هو هذا، يعني هالحذاء مش هحكي لكم، مش هوصف لكم الراحه. شوفوا عندي من 4 سنين طلعوا، ولا كأنه لبسته وأنا ما بشيلوش، فرائع، حذاء رائع. أوكي، وأنا شايفة إنه مناسب للون. تمام، في هذا كمان حلو كتير عملي، إنما شوي بداية، يعني وانتي ماشية بتحس إنه ماسك رجليكي شوية مشدود، علشان هيك خلينا في النايك. تمام، انا هلبس وبعدين ارجع
اخذكم معايا. باي. اوكي انا صرت جاهزة، وعلى فكرة حطيت هلا اول مرة حطيت عصاية تبعت الكاميرا لانه مريحة اكتر. اشوف تمام. اوكي هيك انا جاهزة، قبل ما اخلص حقيبة. انا شايفين شو عاملة، شوفوا الفوضى، شوفوا الفوضى، كل اشي فوق الدولاب، كل اشي او حقائب او قبعات فوق الدولاب. هلا انا بدي اشي عملي، لان انا لابسه لبسه عمليه، فحاخد هالحقيبه هاي مفضلتي. فطبعا اللي بيكون بيستخدم حقائب كتير لازم كل مره يشيل من اشي واحد، لازم اشيل اخت موني. شو عندي كمان؟ خلاص ما فيش اشي. اخت موني و احمر شفاه. هلا حننزل. تمام استنوني. مثل ما توقعت انا هلا يدوب هلا فتحت الباب، اجى هوا مش طبيعي. ما تخدعتش وما لبستش فستان. على فكرة مبسوطة كتير انه حتروحوا معي، كتير كتير مبسوطة. بدي أوريكم الحدود السهلة كتير اللي ما بين سويسرا وألمانيا. بتتخيلوا الجيران؟ يعني مثلا أنا ساكنة هون وبعمل هاي لجارتي ساكنة في ألمانيا. مش مثلنا بنيين مع بعض حواجز. إن شاء الله في يوم من الأيام نتوحد ويصير فينا ندخل من بلد عربي لبلد عربي مثلهم. دانكشان. برد حقيقي. اوكي هو مش برد بس ريح، ريح كتير. فرمشتين خرب الشعر. تمام انا بستنى هلا زوجي يجي. يمكن اصور لكم الطريق، انا بدي اصور لكم الطريق انه عشان تشوفوا القرب قديش انا قريبة. انا قريبة من المانيا أكثر من قريبة من أهم المدن تبع سويسرا. يعني أنا كتير مرات بنسى إنه أنا عايشة في سويسرا، لأنه أنا لما بطلع شوفوا إذا بدكم تروحوا ل بيرن، لوزان، جنيف، مونترو، تيسين، يعني كل المدن الشهيرة تبع سويسرا الوجهة بتكون هيك. بس انا دائما وجهتي للشمال، يعني من هون للنمسا لالمانيا. فانا ما بنسى انا تقدروا تعتبروني عايشه في المانيا اكثر من عايشه في سويسرا. اوكي علشان ما نضيعوش كتير وقت في الكلام انه انا حوقف الكاميرا
ولما ننطلق أصور لكم. الجو اليوم تحفة، الشمس بتجنن والجو دافئ مش بارد، ولو في ريح يوم مناسب للتصوير. Thank you.
وصلناش بس حبيبتي بدي اروح اشوف حسابي في البنك قديش راح اروح. اوكي هاي قرية صغنطوطة، قرية كثير صغيرة، هون في شمال سويسري بتجنب حلوة هادئة وهيك فيها محل متجر صغنطوط، فيها كباب، فيها البنك تبعي، تمام خلصت. حبيبي هواك ملكي خلاص، ملك روحي واحساسي، نسيت يا حبيبي كل الناس، رفع عيونك لقيت ناسي. حبيبي هواك ملكي خلاص، ملك روحي واحساسي، نسيت يا حبيبي كل الناس، رفع عيونك لقيت من
عالفاضي حبيبي هوا ملكني خلاص ملك روحي وأحساسي نسيت يا حبيبي كل الناس وفي عيونك لقيت ناسي لسه الريح بصراحة وبيغلب هوريكم اشي كتير حلو شفتوا البيت اللي ورايا هذا الاخضر هذا في سويسرا البيت البرتقالي في المانيا فتخيلوا ما احلى هيك انه الناس تصطبح على بعض وكل واحد في بلد هاي جارتي الألمانية هاي جارتي السويسرية هلا بدي أحكي لكم إشي هذا استثناء يعني هالطريقة هلا اللي حدخل بيها لألمانيا هي استثناء لأنه ألمانيا مفتوحة يعني وفي نقط كتيرة بندخل عادة بسياراتنا بنوصل للغاية المحلات اللي احنا بدنا إياهم بنروح نعمل بيكنيك في ألمانيا بنتجول واخدين راحتنا كتير بس بسبب كورونا ألمانيا سكرت مش سكرت إنه محدش يدخل بس سكرت على التبضع يعني الجيران تبعها عادة كل دول مجاورة لألمانيا بيدخلوا ألمانيا يشتروا لأنه ألمانيا دولة صناعية بامتياز ففيها أشياء كتير كتير حلوة تتشرى وأشياء رخيصة رخيصة برخص تراب بس هلا بسبب كورونا
حكت ما بدناش حدا يدخل ويتسوق علشان يقدروا يعملوا كنترول على عدد الإصابات الكتير. بس أنا بدخل من هالمكان. طلعوا هلا أنا هلا في سويسرا تماما. تمام خلص أنا صرت هلا في ألمانيا. هي هاي شفتوا هالعصاية؟ هالعصاية أنا نصي هلا في ألمانيا ونصي في سويسرا. سويس ألماني. تمام هالشي بيفرح وبيزعل. يعني بيفرح إنك بتكون ماشي بسيارتك لغاية ما بتلاقي حالك دخلتي إيطاليا دخلتي فرنسا. بس أكيد بيزعل لما بنتذكر إحنا الدول العربية كيف مع بعض. أوي 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 ما شاء الله أعداء. إحنا أعداء لدودين لبعض. يا حسرته يا حسرته. إن شاء الله في يوم من الأيام إحنا كمان هيك عادي نصير نحكو. والله زرت صديقتي التونسية ورحت لمصر ورحت دخلت الجزائر وبسهولة ومن غير تعقيدات ومن غير مشاكل. احنا الخسرانين على فكرة في هل شو اسمه في الظروف وهل الوضع. احنا الشعوب يعني الخسرانين الوحيدين. اوكي هلا حوريكم المول اللي انا بتسوق فيه خصوصا المنتجات تبع التجميل. يعني الكريمات والشامبوانات اشهر محل هو الدئم. الدئم اشهر محل في اوروبا لبيع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة واسعاره. اوكي هذا المحل اسمه اللاغو. هذا اكبر مول. شوفوا انه حجمه خرافي كتير 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 كبير. ومن هناك لسه للشارع الثاني كبير كبير بيكون فيه كل المحلات اللي تخطر لكم على البال. كل محلات. بس حاليا بسبب كورونا مسكر كل شيء مسكر. مخليين بس دائم ومخليين ألدي. هشوفوا كل شيء مسكر. مثلا كريست نورمالمون كان بيكون مفتوح. ما ضلش اشي مفتوح بس محلات هيك الاكل. شوفوا سانت اوليفر مسكر. فيش داعي اوريكم اي اشي بما انه كل شيء مسكر. أنا هلا حنزل للمحل اللي اجيت علشان حتى محلات بيع الهدايا. هاي هي كورونا. كورونا غيرت خريطة العالم بالنسبة لإلي. فصار ما بنيجي لهون للألجي. وصلنا. اوكي انا نسيت شو حكت لي بنتي. بنتي بدها تبع الشفايف.
شوفوا هون شو عاملين. Your lips but bigger. تعرفوا هدول اللي بينفخوا الشفايف للي بدهم شفايف كونفلي منفوخة، انه حاطينه على اساس انه اشي جديد. شوفوا الاسعار قديش رخيصة. مانهاتن اول شيء انا بدي صبغة شعري السوداء. مش معقول، انا عادة نوعية صبغتي هي سيوس، انما هون ما فيش الاسود، وانا غير الاسود ما بحبش. على فكرة لون شعري الاصلي هو هاد اللون، هذا شعري الاصلي يعني كستنائي على اورنج، بس انا ما بحبوش وللاسف بيصير يطلع في الجذور. استخدمت هاي، نصيحة يا بنات، هاي عمركم ما تشتروها لا النوعية اصلا تبع الصبغة ولا هاللون بالذات، فطلع لي شعري احمر. اوكي شو حاخد؟ عن جد ما فيش صبغة سودة حلوة. إذا ما لقيتش هون حجيب من سويسرا. أنا ليش بختار أول إشي صبغة سيوس؟ هي الأروع على الإطلاق، لأنها مكونة من الزيوت وخالية من الأمونياك، فأنا بصراحة مش مستغنية عن شعري، إنه ما بديش علشان أصبغ شعري أضيعه أو أخربه. فأجمل صبغة بتخلي الشعر لامع كثيف مصلوح. تمام، أشوف إذا هذا ما فيهوش سيليكون. هون البارابين سفرت بلاستيك. مفتيش. Ich habe entweder das auch auf meinem Sizzikische Spülung. Okay, ich habe gleich wieder. بنتي حكت بدها صبغة أظافر في اللون الأبيض. صبغة أظافر في اللون الأبيض. لو رجعت لها اليوم من غير الاشي اللي طلبته هتزعل كتير، وانا نسيت، عطتني ورقة ونسيتها هناك في البيت. يا ترى شو بدها؟ شو بدها بنتي؟ اوكي انا هاخد هذا medizinisch zum Creme Konzentrat 14 mit zum Fleisch und Zung. لا فكرته ببيض ما ببيضش. انتي كولور رابيد وايت. تمام، هذا منيح. يا ربي شو حكت لي؟ يا
ايه بعرف جون كريدا. جون فريدا حدا جناحه كل هذا الفوقاني جون فريدا. انا اروح اجيب بلسم شفايف لاوركيديا. هاي صيدلية بتعرفوا للفيتامينات اللي بتطول الشعر، اللي بيطولوا الأظافر، اللي بده يخس، اللي بدها بشرة صحية أكتر، اللي عنده نقص حديد، نقص معادن، فيتامين دي، الأوميغا 3. اي حدا محتاج اشي بيلاقي هون في الصيدلية. يعني فيك تجيب، فيكم تجيبه من غير استشارة طبيب ولا اي وصفة. بس انا مش ملاقية تبع الشفاء. ايه لحظة، لا لقيت يمكن. ايه لقيت. اوكي. هذا شكله حلو، هذا حلو، وهذا شكله حلو، وهذا وهذا ماجيك. خلاص حط هذا. للعينين المتعبة بينكر. هذا فيه كولاجين، كولاجين يعني اشي للكبار في السن. بنتي بدها اشي بس تبع المراهقات. اعتقد هذا حلو، بنحطه تحت العينين بيشيلوا التعب والارهاق. هذا جناح الرجال. اه كريم الايدين. هدول اشياء كلها للايدين. شكله هذا حلو. عندك خير. تعرفوا هذا حاخد لها معه هذا. تمام هيك حلوين. واشيل هذا. انا زعلانة انه ما لقيتش صبغة لشعري، بس مش مشكل. اوكي بدي مناديل امسح بيها وشي لما اكون مستعجلة وما عنديش وقت. مثل نيفيا اون الكحول اون بارفان. نروح نشوفو الماكياج. لوريال
لعلمكم انا انسانه ابدا ابدا ما بشتريش وما بستخدمش الفونديشن. الفونديشن شيء مش موجود في قاموسي. انا مدمنه احمر شفاه، مدمنه ماسكارا، ايلاينر، وطلال العيون، والفغاجو احمر الخدود. اما الفونديشن، الكونسيلر، الكونتور، لا هالاشياء كلها ماليش فيها. تمام. انا لا اكتشفت انه ما مش جاي على بالي اشي، خلاص حشرب مي. يلا خلاص حنروح نحاسب. ما انا مش ملاقيه زوجي اصلا، بعرفش وينه، حدور عليه ونروح. خلصنا حاسبنا، هلا حندخل نتبضع شويه اغراض للبيت، يعني اكل شرب. انا اهم اشي جيت علشان هو صبغة الشعر، ما لقيتش عادي، ان شاء الله هلا الاقي الاشي اللي انا جاي علشانه. جبت الفستق اول شي بعمله لما بدخل. هي زبدة الفستق. بستنى زوجي يجيب عربة، هو ورايا. لما اخلص تبضع يا مسكينة. بسكويت جديد وين شوكولاتة مع المرزبان كالعادة مخلصينها. أنا شو الحظ عندي يا ربي، كل ما أجي أخذ إشي بلاقيهم مخلصين. يعني الناس كلها بتتهافت على نفس الأشياء اللي أنا بأخذها. انا ولادي ما بيقدروش يعيشوا من غير تيراميسو، وعشان هيك ضروري دائما اخذ عشان اعمل تيراميسو في البيت. انا ما لقيتش الاشياء كلها اللي بدي اياها، ما باكلش غير اليوغورت تبع الفانيليا، ومخلصين يوغورت الفانيليا، مخلين كل انواع اليوغورت، الفواكه، الخوخ، المشمش، الا الفانيليا. انه شو اليوم؟ طبعا السبت. مادام بيحبوا الناس الفانيليا جيبوا لهم كتير فانيليا. حسبي الله ونعم الوكيل. تمام.
أتأكد إذا جبنا البطاطا المقلية. في هون بطاطا مقلية؟ واحدة. نعم. وصلت هون لأول مرة أتوقف عن جناح الكريمات والمكياج تبع الألدي، إنه أنا ليش ما باخدش منه؟ يعني ليش ما أشوف مثلا؟ أنا بحب أحمر الخدود، نو مش مبين بالمرة، مش مبين. وعندهم كل شيء، عندهم ماسكارا، عندهم لوريال كمان. اوكي شوفوا، انا هاخد هالكريمات، هاخد منهم، بيحكوا انه مع الكنزيمتين، مع الفيتامين، مع الكالسيوم. اوكي هجرب اخد اثنين، واذا استخدمتهم وعجبوني احكي لكم، لانه تعرفوا 2 أورو ولا اشي. وهذا احسن من اللي اخدت قبل شوي. هذا بيتسكر، شفتوا هذا بيتسكر تبعي. لا حاخد واحدة اجربها كمان. اوكي لسه يعني في اغراض كتير لازم اجيبها. نجربوا هالعطور. والله عن جد واو، عن جد واو. شو الريحة الحلوة هاي، بتجنن. هيا عندي بيكا، هيا في حقيبة هاي. يا خدام عندي زلمة. اجيب واحد 15؟ لا خليها تشيل هون. حبيبتي اشترينا اغراض اللي جينا علشانهم، واجينا نعبوا بنزين. والجو قلب، شفتوا السما كيف كانت زرقاء قبل شوي، وكيف كانت الدنيا حلوة. احنا حسينا وحلنا عبرنا الزمن، دخلنا المحل والسما زرقاء والدنيا حلوة، طلعنا لقينا الدنيا سودة، غمامة رمادية او سودة، والدنيا عتمت. فما ضلش في وقت انه اروح مثل العاده للبحيره واقطع من النورس والحيوانات، ف حنرجع على البيت فورا. شو هذا الضوء؟ مش تبع هذا الضوء تبع المحل، تبع الكازيه. خلص ما صار شي وقت لاي شيء، يعني انا هون حودعكم. الماسكات دايما بننسى الماسك، دايما بننسى الماسك لغاية ما قرب للباب ونسي الماسك ورجع أخده. أوكي حبيبتي، إلى حلقة قادمة بإذن الله.
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى اللقاء.